ورحلة البحث عن اللي استمرت لمدة أسبوع كامل يا صاحبي، وهي عن طريقة أرجع بيها الملفات الصوتية المحذوفة، مثلا لو كان موسيقى أغنية أو مثلا مكالمة مسجلة مهمة وعايز ترجعها، مثلا حذفت بالغلط أو أي حاجة. فإن شاء الله ده هيكون موضوع الحلقة، فتابع معايا الفيديو لحد النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ انا خالد الدسوق وفيديو جديد. وكالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وننزل نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وواثق ان انت هتدعي وحوش فانزل تحت اعمل لايك وبس كده. وبجانب برضو عايز تعمل لي فولو على الفيس او على الانستجرام، سيب لك اللينكات في الوصف، انزل تابعني هناك. وطبعا النهاردة هنتكلم زي ما انتوا عارفين من بداية الفيديو او من العنوان، ازاي نرجع ملف صوتي محذوف بطريقة سهلة وبسيطة للاندرويد. فخلينا ندخل في الشرح على طول، وما تنساش تدوس لايك. وهو ده التطبيق يا صاحبي، طبعا هسيب لك اللينك بتاعه في التدوينة اللي هتلاقي اللينك بتاعها في الوصف تحت. كل اللي عليها ندخل التطبيق كده، واول ما تدخل على التطبيق بيخليك تختار اللغة، هنختار العربية، وبعد كده هنضغط على استعادة، وبعد كده هنديله الصلاحيات، نضغط سماح. اول ما بتفتح بيفتح معاك الواجهة دي، في زر فوق كده بيقولك استعادة الصور المحذوفة. اول ما بتضغط عليه بيحولك انك تحمل تطبيق من على متجر بلاي، بيسترجع الصور، هو تبع الشركة اللي هي عاملة التطبيق. انا الصراحة ما جربتش التطبيق، ولكن انت ممكن تجربه وتقول لي رأيك في الوصف، او ممكن تطلب مني نعمل له شرح. هو تقييمه كويس، ولا عالي قوي ولا وحش يعني، وارى الناس كذلك، في ناس بتشكر فيه وفي ناس جايبه برنامج فاشل. خلينا نسترجع الصوتيات، هنضغط على استعادة الصوتيات المحذوفة وبننتظر ثواني كده. بيقول لي ان هو جاب 266، هنقول له اصهار الملفات المحذوفة، نضغط كده، ودي كلها حاجات محذوفة عنه. طريقة سهلة، بتمنى انها تنال اعجاب. سورين كامل بقى، لو يكون مثلا تقاس السرجع ده هتضغط عليه وبعد كده تحدده، وبعد كده تضغط على استعادة الان، وبعد كده حسنا، بيكون استرجعه معاك بكل سهولة. او ممكن تضغط عليه بالشكل اللي قدامك ده، وبعد كده بتضغط شارك الملف او استعادة الملف في نفس النظام برضه. دخلت الفيديو ده يا صاحبي، فاحب اقول لك ان انت برنس. ليه؟ عشان هعرفك النهاردة ازاي ترجع الارقام المحذوفة، سجل المكالمات وكمان الرسائل حتى ولو محذوفة من سنة. اعرفك طريقة تانية ترجع بها الارقام المحذوفة، الارقام المحذوفة من سجل المكالمات، لان اكتر الناس اصلا عايزة تعرف ازاي ترجع الارقام المحذوفة. وبكده كل مطلوب منك تنزل تعمل لايك، بيحفزنا ننزل فيديوهات اكتر، تكتب لي في كومنت رايك في الفيديو، وتكتب لي افكار للفيديوهات الجايه. ولو عندك وقت عايز تتفرج على فيديوهات تانية، اتفرج على فيديو من الفيديوهات دي هتعجبك جدا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم. ما تنساش السبسكرايب وتفعيل الجرس.